الله يعطيكم العافية الجميع. نبدأ محاضرتنا لليوم وهي عبارة عن تكملة للإشي اللي بدأنا فيه في محاضرة امبارح اللي هي اللينكد ليست، وشرحنا فكرة اللينكد ليست وبدأنا بالكلاس بشكل عام، وحكينا عن البيسك ميثودز تبعت اللينكد ليست اللي هي راح تحتاج إلى شرح تفصيلي من حيث أنواع الإضافة، لأنه كل نوع إضافة نود حطيناه في ميثود، وأنواع حذف النودز من اللينكد ليست كمان كل نوع حطيناه في ميثود. فذكرنا الأنواع اللي هم الإز إمتي والإنسيرت تو هيد والإنسيرت تو تيل والإنسيرت تو بوزيشن، وذكرنا ديليت فروم هيد ديليت فروم تيل وديليت فروم بوزيشن والبرنت. حكينا هاي هي الميثودز الرئيسية. بس نخلص اللينكد ليست والدبل لينكد ليست، بنحكي عن ميثودز اللي هو نتدرب على رايت ميثود تو دو سمثينج بناء على فهمنا للي اخذنا. محاضره امبارح كانت عن فكره كيف نربط النودز في بعض وكيف نحافظ على بدايه السلسله اللينكد ليست، وكيف انه راح نختصر تعداد اسماء كل ما بدي اضيف نود اسميها باسم إنها راح تكون ضمن الكلاس في كالوكال أوبجكت داخل الميثود. هذا الحكي إن شاء الله تعالى راح نتعرف عليه خلال محاضرة اليوم. قبل ما أبدأ، في حد عنده أي سؤال عن محاضرة امبارح من اللي حضروا؟ طيب نبدأ العد موضوعنا لليوم. احنا اعتمدنا على الكلاس اللي اسمها نود بحيث هي مكونات الستراكشر او اللينكد ليست عفوا، فيها داتا، وبغض النظر هاي الداتا قد تكون انتجر، قد تكون كاركتر، قد تكون سترينج، قد تكون ابستراكت، يعني تعرف زي abstract data type وتعرف منه data بيصير. والبريدج اللي هو دكتور، يعني كيف احكي لك، على سبيل المثال انت عملتي data type خاص للطلاب، بمعنى دكتور مو عم شير سكرين. طيب طيب ها يا ريت بس الاصوات هاي كلها، بس اسال سؤال ولا تخرس اخرس مقصود اطلع المايك يا عمر. نعم دكتور. يا بتغادر الميتنج يا بتحافظ على هيبه المحاضره، الله يرضى عليك. لا اعتذر منك دكتور، بس عشان بالشغل ونسيت المايك فاتح. مش مشكلتي عمر، مش مشكلتي، مش مشكلتي انت وين. أنا أعتذر منه. اللي كانت تسأل شو قصدك إنه ممكن يكون abstract data type الداتا، يعني على سبيل المثال لو كان في عندك class student وعندي string name وعندي على سبيل المثال string ميجر تخصص مثلا، وعندي انتجر مثلا اورز، وعندي بدناش نطولها كثير دبل افريج اي في جي، وبدك النود هي عباره عن كل نود هي ستودنت، فممكن بدل تحكي انتجر داتا شو نحكي؟ ستودنت داتا. غلط. فهمتي علي اللي كانت تسأل وينها؟ وين راحت؟ اختفت؟ طيب اوكي. طيب
هذا قصدته انه الداتا مش يعني احنا بنحطها، اللي بدي اوصل لكم اياه انه بنحطها انتجر فور اكزامبل، لكن مش شرط دائما تكون انتجر يعني الداتا. تمام. وبدأنا محاضرة امبارح كمان بالكلاس ليست، سميناها اس ليست اختصارا لسنجل لينكد ليست. واذا بنتذكر مع بعض حطينا نود هيد وتيل، بحيث انه حكينا عفوا الهيد يحتوي على الادرس تو ذا فيرست نود، دائما يحتوي على ادرس اول نود، والتيل يحتوي على ادرس اخر نود. اوكي. وفي عندك عرفنا انتجر كاونتر، وهو يحتوي على عدد الادرسز اللي موجوده باللينكد ليست، فاذا كان عندي 10 نود فهو يحتوي على 10، ضفت واحد بصير 11، حذفت واحد برجع 10، حذفت واحد بصير 9 وهكذا. شو فائدته؟ بفيدني بالبوزيشن لما نيجي نحكي عن انسيرت بوزيشن اللي ممكن ناخذه اليوم ان شاء الله. طيب public as list اللي هي هذا كتبناه كله امبارح، اللي هو constructor حكينا head ايش اعطيناهم initial value اللي هو يساوي null. نعم. و counter equal zero. طبعا هذا الحكي لكل object بتعرفه as linked list، يعني بتتذكروا كتبنا main وعرفنا ال1 وضفنا insert head insert head الى اخره. وبالتالي اي شيء له علاقه او عفوا اي شيء له علاقه نعم بال1 هو يحتوي على هيد وتيل وكاونتر. في عندي L2 تحتوي على هيد وتيل وكاونتر. في عندي L3 يحتوي على هيد وتيل وكاونتر. إذا أنت طبعاً معرفهم من أي كلاس للأس ليست، لمبادئ الأوبجكت أورينتد اللي مفروض الكل بيعرفها الآن. طيب نستذكر مع بعض شو اللي بدنا نتعلمه اليوم. في عندي insert to head، في عندي قبلها والله is empty كتبناها كمان امبارح، نرجع نكتبها insert to head. حكينا هذا الميثود لما اناديه له غاية واحدة انه النود الجديدة تكون هي البداية هي الهيد. كذلك insert to tail، كذلك insert to position هذا بستقبل to value، الفاليو الأولى اللي هي للداتا والفاليو الثانية لمكان النود، بحيث أنت ما بدك إياها تكون النود الجديدة لا في البداية ولا في النهاية، بدك إياها في ترتيب معين ابتداء من الهيد، وراح نفهم شو قصدي بترتيب معين. delete from head بيرجع انتجر، وهذا الحكي اوبشنال راح نشرح في حينه شو قصدي بكلمة اوبشنال. ديليت فروم تيل وديليت فروم بوزيشن هذا بستقبل فاليو، و برنت هذول البيسك ميثود بسميهم انا، هذول البيسك ميثود. طبعا في ميثودز ثانية بعد ما نخلص اللينك ليست والدبل لينك ليست ناخذها كتدريب. خلينا نبدا. لو اجيت حكيت له الان L1.insert to head وبعثنا له 5 L1.insert to head وبعثنا له 20 L1.insert to هيد وبعثنا له 15.
طيب وين الكود؟ الكود موجود لكن ما بدنا نطلع على الكود قبل ما نشرح الموضوع. الآن أنا هاي عندي ألوان، هاي عندي ألوان فيها هيد فيها تيل، الاثنين نل والكاونتر زيرو. لما نيجي نحكي ألوان دوت انسيرت تو هيد واعطيناه قيمة 5، ما هي وضع اللينكد ليست ألوان؟ ايش وضعها؟ شو قصدي بوضعها؟ فاضية مليئة فيها نودز فيها نود واحدة؟ شو وضعها؟ لما استدعيت الميثود من خلال الوان انسيرت تو هيد وبدي ابعث له قيمه 5 فارغه. طيب كيف بدك تعرف انها فارغه؟ الانسيرت تو هيد نفسه بيستدعي الاز امتي، اذا رجع له ترو معناته هي فاضي بده ينفذ كود معين، اذا رجع له فولس بده ينفذ كود اخر. يعني بعطيه تو بارتس، تو بارتس. ايش هما التو بارتس؟ في حاله از امتي ايلس معناها is not is empty. في حالة is empty شو لازم أعمل؟ أنشئ الهيد صح ولا لا؟ ما هو الهيد null، وبالتالي في حالة كانت ال is empty، في هذا الميثود insert to head، إذا كانت f is empty باجي بحكي له head يساوت new node وهيد دوت داتا. عن اي هيد اتحدث؟ عن الهيد اللي خاصه بالوان، لانك انت مستدعي الانسيرت تو هيد من الوان. هيد دوت داتا يساوت الفال، وهيد دوت نيكست ايكوال نال. طب ليش هيد دوت نيكست ايكوال نال في حاله كانت از امتي؟ مين يحكي لي؟ ما عندي نود يأشر عليها. عندي نود يأشر عليها، هي أول نود لسه. كيف عرفت إنها أول نود؟ لأنه أعطاني الإز إمتي ترو. فهيد دوت نيكست إيكوال نال. طيب والتيل شو أعمل فيه؟ اللي خاص بألوان. في حالة الإز إمتي وأنشأت نود. يسوي بهيد. يسوي إيش؟ عفوا. بالهيد. بالهيد، ليش؟ لأنه ما في غيرها، هي البداية وهي النهاية. أنت لما تروح على طابور فيش فيه ولا واحد، وقفت أول واحد، إذا أنت أول واحد وأنت آخر واحد. نفس الإشي هنا في حالة الزمتي، سواء بالإنسيرت هيد أو الإنسيرت تيل، ترى بالمناسبة في حالة الزمتي نفس الكود، بنشئ الهيد من خلال نيو نود، طبعا مين الهيد اللي خاصة بألوان، وبضيف فيه الداتا والنكس الهنال، بعدين تيل يساوي إيش؟ هيد. else شو بدي أعمل؟ else معناتها not is empty، يعني أنا ضفت 5 الآن. هون head بيأشر عليها، هون tail بيأشر عليها، هون 5 next لها null. خلص الإضافة أول مرة، رجعنا استدعيناها كمان مرة. شو رأيكم؟ كمان نيو نود، كمان نيو نود، بس مش هيد. بعرف أنا لوكال أوبجكت، أحسنتي. نود أن يساوي نيو نود، هاي اللي راح نحل فيها مشكلة إيش؟ A و B و C و D و E و F و G و H. كل ما استدعي insert سواء كان to head أو to tail أو to position whatever، شو كان الميثود اللي أنت عامل له call، أنت بتعرف في حالة النات is empty what، بتعرف نيو نود فاريبل لوكال اوبجكت وظيفته انك انت تربطه في المكان الصحيح او تضعه في المكان الصحيح في اللينكد ليست، بعدين هذا الاسم بتلاشى لانه اللايف سكوب تبعه قليل بس بهذا اللوكال،
لكن بتصير الادرس محجوز والوكيتد ضمن اللينك ليست تبعتك. فاول شيء اعمله، نعم صحيح، اسوي نيو نود اللي هو ان سميته، طب بدك تسميه اكس واي انت حر، لكن هو اسماء متعارف عليها فقط وليست ريزيرفد وورد. هي ان يساوي نيو نود، ان دوت داتا يساوي الفال اللي انت بعتها، على سبيل المثال هون احنا كاتبين 20، هي 20. طيب وبعدين شو اعمل؟ بدي النود الجديده تصير هي الهيد وتكون ضمن اللينكد ليست. شو اعمل؟ هي بعدها الان متروكه، وي دونت نو وين مكان هذا الادرس، حجزوا نيو نود بس ما بوصل له الا بان جوا الالس، غير هيك مش معروف وين هو. شو اعمل؟ كيف بدي اربطه باللينك ليست وكيف بدي اسير هو الهيد؟ شو اسوي؟ ان دوت نيكست بربطه مع الهيد. ممتاز، مين اللي بيحكي قاعد؟ انا مرام. ممتاز تمام. ان دوت نيكست ايكوال، حكت زميلتكم بربطه مع الهيد. ليش تربطيه مع الهيد؟ لانه اصلا انا بدي يصير هو الهيد، فالنكست تبع الان صار يأشر على نفس المكان اللي بيأشر عليه الهيد. طيب هيك صار في نود قبل الهيد وانت بتحكي insert to head. بعد ما ربطناه مع الهيد شو لازم اسوي؟ تساوي الهيد بالان، لازم الهيد تساوي بالان. لازم الهيد تساوي ان. مين جاوبني قبل شوي؟ أنا محمد عماد. طيب لازم الهيد يساوي مين؟ الان ان. هاي بطل الان ان يأشر هون، رجع الان ان يأشر وين؟ هون. بمجرد ما سكرنا الالس شو بده يصير فيه الان ان؟ بروح. لما نستدعيه ثالث مرة هون راح يرجع عيد من اول وجديد، ويساوي ان 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 يساوي نيو نود، يربطها بالهيد وهكذا. عرفتوا شو قصدي؟ انه بدل كيف تخلصنا من نود A نود B نود C نود D نود F الى اخره. طيب بعد ما سكرنا هاي كاونتر بجميع الاحوال، هي كانت ضفتها وهي فاضية ولا ما كانت is empty ولا كان فيها نودز، ضاف واحد. هذا الكود انا موجود عندي، ليش انا بكتبوش بشكل كامل مع الهيدر؟ لاني راح اورجيكم اياهم. أيوة. insert to head، استدعيناه بعتنا له قيمة في حال الـ is empty. شو بعمل؟ أنشأ الـ head يساوي new node، head.data يساوي val، head.next equal null، و tail يساوي head في حالة الـ is empty. Otherwise راح نحكي له node an يساوي new node، an.data يساوي الفال. حكت زميلتكم مرام انه next للان لازم تصير head، وزميلكم محمد كمل الخطوة الأخيرة اللي هي انه الهيد لازم تصير الان، لانه الهدف هو وظيفة واحدة فقط من استدعاء الـ insert to head، انه الان هو يصير هو، او عفوا الـ new node تصير هي الهيد. وبجميع الأحوال نزيد الكاونتر واحد. خلينا نكمل بس آخر مرة لما نرجع نحكي له insert head، نثبت المعلومة فيها، نبعت له 15، رجع من أول وجديد is empty. لا ال is empty ما هو، لازم الهيد يساوي يساوي null. بحالتنا الحالية الهيد مش يساوي يساوي null. راح حكى an يساوي new node، أجعل else an dot data يساوي الفال اللي هي 15، بعدين an dot next equal head، بعدين head يساوي an. احيانا ترتيب الجمل مهم، يعني غلط كبير اني اعكس هذول الجملتين، لانه لازم بالاول تربط النيو نود في المكان اللي بدك اياه، بعدين تغير المكان اللي انت استخدمته للنيو نود. يعني انت لما حكيت له an dot next يساوي head، كانت الهيد وين؟ كانت الهيد هون. بعدين غيرت محتوى الهيد كادرس وخليته يأشر النود هاي، لو غيرته من الاساس بتصير هاي الجمله غلط، لو غيرت هاي قبلها. اوكي، في حد عنده سؤال عليها هاي؟
طيب بدي أطلعكم على الانسيرت تيل ونشرح بالرسم. لو تلاحظ انه الانسيرت تيل من هون لهون نفس الاشي، في حالة الاز امتي الهيد يساوي نيو نود، انشئ الهيد وهيد الداتا يساوي الفال وهيد نمسي كورنال وتيل يساوي هيد. واحد ثاني بيقول لا هذا انسيرت تيل، لازم ننشئ التيل في حالة الاز امتي. نفس المعنى في حال الاز امتي، تيل يساوي نيو نود، تيل دوت داتا يساوي الفال وتيل دوت نكس ايكوال نال وهيد يساوي تيل. ما غيرت شيء لانك انت بالبدايه في الاز امتي قاعد تنشئ اول نود، فبجميع الاحوال يا بتنشئ الهيد يا بتنشئ مين التيل وبتخلي الثاني يساوي لانه ما في غيره بالفيرست تايم. else نود ان ان يساوي نيو نود وان ان دوت داتا يساوي فال. هذول الجملتين مكررات حكيت لك باي انسيرت، باي انسيرت. طيب ليش خلى النكست يساوي نال؟ مين يحكي لي؟ لانها اخر واحده دكتور ضياء. نعم تمام، لانها اخر واحده. كيف يعني اخر واحده؟ ما انت مستدعي انسيرت تيل. شو يعني انسيرت تيل؟ يعني النود الجديدة اللي بدي أضيفها بدها تكون آخر نود، وآخر نود شو النكست لها؟ نال. عشان هيك خلى النكست لها نال. في اللي قبل كانت النكست لها هيد لأنه بدي إياها هي الأولى، وعشان تصير هي الأولى النكست لها هيد بعدين برجع الهيد. هون لا، النكست لها إيش؟ نال. بعدين كيف ربطناها؟ من خلال التيل الحالية، تيل دوت نكست يكوال أن أن وتيل يساوي أن أن. تعال نشوف بالرسم، نحاول نطبق هذا الكلام عشان نفهمه أكثر وبعدين نرجع هون. بمعنى أنت في عندك هذا الكود، عندك هاي linked list، آسف، هذا تيل هذا هيد أو على هاي نفسها. ليش؟ يلا كل واحد اجيت حكيت له هون l1.insert 2tail 30. في حال الاز امتي عرفنا شو بدنا نسوي. في حال نط از امتي زي حالتنا هون، صار الهيد يأشر هناك، بطل هون، صار الهيد هون. شو عمل؟ قالوا ان يساوي نيو نود، هاي ان يساوي نيو نود. ان دوت داتا يساوي الفال، هاي 30. ان دوت نكست ايكوال نال، بعدين كيف ربطها؟ التيل اللي موجوده باللينك ليست، التيل لها النكست لها نال، قال ما تخليه نال، طبعا هاي ان خليه يأشر على ان النكست تبعت مين؟ تبعت التيل. بعد ما ضمننا انه ان كادرس تم ايش ربطه باللينكد ليست من خلال تيل دوت نيكست ايكوال ان ان، حكينا خلي التيل يساوي ان ان. بس عشان هيك بتلاحظ الكومبلكسيتي للانسيرت تو هيد والانسيرت تو تيل باللينكد ليست. شو بنحكي عنه؟ البيج او نوتيشن اوف وات؟ واحد 100% وان. يا O of one لأنه ما في عندي loops constant جمل كلياتها. okay. نتيجة هون مرة ثانية لتطبيق نفس الكود. يعني لو أجيت هون في المين الآن نسولي شو مكتوب ولا تطلعوا عليه الباقي. كله خليه إيش؟ اللي كومنت. اوكي خلي كومنت. بس وان دوت انسيرت تو هيد 10
تطير. ثلاثين، عشرين، خمسة، خمستاشر. لما أجي أحكي له الآن s1.print كيف راح يطلع شكلها؟ كيف راح يطبعها؟ شو أول قيمة راح يطبعها؟ 22. يس 22. بعدين 15 5 بعدين بضيف على التيل آخر إشي 30. 100%. شفت كيف طباعتها؟ طبعا لسه ما أخذناش الطباعة، بس هاي ضفنا إحنا أول إشي ضفنا 5 على الهيد صح؟ بعدين رجعنا ضفنا 15 على الهيد صار هون الهيد، بعدين ضفنا 22 على الهيد صارت هون الهيد، بعدين ضفنا 30 على التيل صارت هون التيل. أوكي؟ تمام. طبعا هذا الكود راح احط لكم اياه انا بس نخلص اللينك ليست، بحط لكم الباكج كامل، ذكروني بحط لكم البروجكت كامل لكم. تمام. هذا بالنسبه لمين؟ للانسيرت تو تيل. في حدا عنده اي سؤال عليه؟ في حدا عنده اي سؤال عليه؟ أكيد. طيب بدي منكم طلب، هذا insert to position طبعا أكيد راح نشرحه بالتفصيل، لكن بدي إياك أنت لغايتهم بس للمكان اللي أنا مظلله الآن، كل واحد يشرح لي شو نقصد بكل if statement. يعني أي حدا فيكم يفهم الاف اللي كاتبهم هدول، اف الز اف الز اف ايش هدول؟ تمام. اذا استوعب ايش هدول وليش يشرح لي. بس المكان اللي انا مظلله انسى لي الباقي، باقي لازم ينشرح بالتفصيل و راح يزبط حد يقرأ بحاله يفهم. شو قصدي ب F position أقل من واحد أو position أكبر من counter plus one اطبع لي wrong position؟ وليش؟ ليش هو wrong position في هاي الحالتين في واحدة منهم؟ يمكن دكتور عشانها برا linked list. كيف يعني؟ وضح لي أكثر. يعني على الأطراف أو أبعد من الأطراف؟ ما هو عشان أنت تقدر تضيف في position من الهيد في position 5 لابد يكون هناك في نود ترتيبها 4، تمام؟ عشان يصير النكست اللي كان ترتيبها 4 هي النود الجديدة صح؟ يعني ركزوا معي شوي، خليني بس أخزن هاي بعد. سكشن 6 سكشن 2 3 4، احنا 5 هاي أول صفحة، لسه أول صفحة صح؟ ثاني دكتور، امبارح كتبنا واحدة. لا نسالم، شو بدي في امبارح؟ الأولى حضرت اليوم. أوكي طيب أصبر علي شوي.
خير إن شاء الله. اوكي شوفوا هاي اللينكد ليست. راح ارسمها متعمد كبير شوي. هاي هيد هاي تي وفي قيم 7, 15, 10, 11, 22, 40, 35, 21 وات ايفر. انا نكست طبعا معك. كم عددهم هذول الكاونتر لهاي اللينكد ليست لو افترضنا 8 هذول 1 2 3 4 5 6 7 8. نعم 8. شو بيحكي هو؟ نرجع للكود. if position اقل من 1. نعم اذا كان البوزيشن اقل من 1 ما في شيء اسمه ترتيبه صفر او ترتيبه ناقص 1، لانه الهيد احنا افترضناه اللي هو ترتيبه الاول. فاذا انت بدك تعطيه بوزيشن، تبعت له بوزيشن اقل من 1 ويصير نتيجه هذا الشرط ترو اللي هو بوزيشن اقل من 1، هاي انه يعطيني اياها ترو، لأن الأور بكفي واحدة منهم ترو، فهو رونج بوزيشن. نعم ما تفوت ولا تعمل إشي، اطبع له رونج بوزيشن واطلع. ليش؟ لأنه ما في بوزيشن أقل من 1. طيب ما قصة أو إنه البوزيشن أكبر من كاونتر بلس 1؟ خلينا نرجع هون. النود هاي شو ترتيبها؟ الثامن. النود هاي نغير بس اللون شوي. هاي النود ترتيبها 8. من الطبيعي اني اجي احكي له ضيف لي نود في بوزيشن 9، صح؟ مزبوط ولا لا؟ جاوبوني. من الطبيعي انه اضيف في نود 9 وعندي نود ترتيبها 8، مزبوط؟ مزبوط. طيب لكن مش من الطبيعي ان يكون في عندي نود 8 واجي احكي له ضيف لي في نود 10. طب ما هو فيش عندك 9، نيكست مين اللي بدها تصير على هاي النود؟ فهمتوا شو المقصد؟ اذا كان البوزيشن اكبر من كاونتر بلس 1 فهو يعتبر رونج بوزيشن. ليش اكبر من كاونتر بلس 1؟ لانه يجوز انه يكون اذا كان عندي 8 نود ان اجي احكي بدي اضيف النود الجديده في بوزيشن 9، او اذا كان عندي 100 نود اجي احكي له ضيف لي بوزيشن 101. لكن ليس من الطبيعي انه يكون عندي 100 نود واجي احكي له ضيف لي ب 102 او 103 او 104. فاذا تجاوز البوزيشن عدد الكاونترز، عدد النودز في الكاونتر زائد 1، معناته هو رونج بوزيشن. فمن هون اجت هاي الجمله اللي هي اذا كان البوزيشن اقل من 1 او البوزيشن اكبر من كاونتر بلس 1، اذا تحقق واحد منهم فهو رونج بوزيشن مباشره. وصلت دكتور؟ نعم. يعني النال مش آخر إشي تيل دوت نيكست بيأشر على نال؟ نعم. نال بعتبرها إنها هاي موقع التاسع إنه بقدر أعمل نود فياتها عادي. 100%. تمام. 100%. أرجع لك هون، انتبهي معايا مرام، هاي ترتيبه 1 من الهيد، هو ليس لهم ترتيب، ترى هم كلهم هم متبعثرات في الميموري، هو ترتيبه بالسلسلة. يعني هاي النود النكست لها لمين بتودي؟ على الثانية.
هاي النود لوين بتوديك على الثالثة، لكن وين مكانهم you don't know، مش زي الأريه بلوك واحد. فهاي النود الهيد لأنها نقطة البداية اعتبرناها الأولى، فالنكس لها الثانية، النكس لها ثلاثة، والنكس لها رابعة، النكس لها خمسة، النكس لها ستة، النكس لها سبعة، النكس لها ثمانية. الآن يجوز أن يكون في عندي نود رقم تسعة لأنه في نود عندي ثمانية، بستطيع أن أغير النكس سبعتها وخلي النود هاي اللي بدها تصير تسعة. أما لما يكون في عندي هذا أحكي له بدي ترتيبها العاشر وما في عندي ثمانية وما عندي سبعة، يعني عندي ثمانية نود أحكي له أحط لي بترتيب 15. طب أنت بدك تمشي أصلاً temporary object لقبل المكان بدك تضيف فيه عشان تقدر تربطه فيها، فكيف بدي يصير 15 وما عندك لا 14 لا نود ترتيب 14 ولا 13 و 12، فهو wrong position. تمام، واضح الأمور الآن؟ تمام. الآن نكمل سؤالنا. else معناته it is correct position. ها نحط جنبها comment it is correct position. ليش كتبنا هدول؟ واضحات يعني المفروض حدا متبع معانا يجاوب. إنه إذا بدك تضيف على الرأس فأنا عندي ميثود أنا سويتها فإنه استدعيها وروح ضيف على الهيد. يس إذا بدك تضيف على الهيد اللي هو ترتيبه واحد ما فيش داعي أكتب كوده، خلص insert to head استدعي وبعت له الفاليو، هو بيعالج الحالتين إز إمتي بضيف إذا إذا مش not is empty بحط النود محل الهيد وبضيف واحد على الكاونتر that's it. واحد بقول لي طيب دكتور نرجع للشرط تبع wrong position ويحكي لما تكون فاضية بقدر أبعث له position صحيح؟ أكيد بتقدر تبعث له position صحيح لو كانت فاضية، بقبل position واحد. ليش بقبل position واحد؟ لأنه الواحد مش أقل من واحد بتضلها false، ولا الواحد أكبر من counter plus one اللي هو صفر زائد واحد في حالة الزمتي بتكون counter zero، فزيرو plus one it's one، فone it is أو is it bigger than one؟ لا، وبالتالي position مش أقل من واحد ولا position أكبر من counter plus one حتى لو بعت له واحد في حالة الزيرو اللي هي في حالة الزمتي تنقطع. طيب والثانية هاي حكينا إنه بستدعي سيرتود، نفس المعنى counter plus one يعني تريد النيو نود تكون هي بعد التيل، يعني تصير هي التيل. فإذا كان البوزيشن يساوي counter plus one يس استدعي الانسيرت تيل وبعت له الفال. واضح هذول الثنتين للجميع؟ ماشي الأمور معك يا تميم؟ دكتور ماشي الحمد لله. الكل فاهم ان شاء الله يكون الجميع فاهم. طيب else هذا الحكي صراحه بده شرح، عشان هيك راح اتركه شوي ونروح على الرسم نشتغل بهدوء وركزوا معي. في حال كان البوزيشن كوركت وفي حال انه البوزيشن يساوي واحد او يساوي كاونتر بلس 1 فهمناها. طيب إذا كان البوزيشن كوركت لكن البوزيشن لا هو واحد تستدعي له الانسيرت تو هيد ولا هو يساوي كاونتر بلس 1 تستدعي له الانسيرت تو تيل، معناته بدك تضيف في مكان معين. على سبيل المثال أنا بدي أضيف ببوزيشن رقم 6. يعني شو معنى بدك تضيف بوزيشن رقم 6؟ يعني لما تيجي على ال1 اللي كتبناها قبل شوي انها كأوبجكت عرفناه وحط سوينا انسيرت تو هيد وانسيرت تو هيد وانسيرت تو هيد وانسيرت تو تيل إلى آخره، فجينا حكينا له أضيف لي L1.insert to position. تمام، وبعت لي يا سيدي العزيز value 30 في position 6. ماذا تعني ذلك؟ أول شيء لازم نفهم الاستدعاء والكول ماذا يعني، وعلى أرض الواقع كتنفيذ ماذا يعني، بعدين نشرح الكود ونتبعه.
معنى ذلك انه انا بدك تعمل بجميع الاحوال ان ان يساوي نيو نود، دائما بدك تعمل ان ان يساوي نيو نود، اي ان ان يساوي نيو نود. طبعا كلمه ان ان يا جماعه برجع اعيد واكرر، حكيتها في بدايه المحاضره برجع اعيد، ليست ريزيرفد وورد، ليست كلمه محجوزه وانما متعارف عليه. يعني واحد سماها نود اي ان اس اختصار لانسيرت، واحد سماها نود اد اي دي دي، واحد سماها نود اكس نود واي، ما في مشكله. اوكي، في ناس بوصل معه مراحل انك تجيب له السؤال ما فيش فيه ان ان، حاط له مصطلح ثاني للنيو نود، من كثر ما حفظها صار يكتب ان ان. اوكي طيب، هاي ان ان يساوي نيو نود عرفناها، نود ان ان يساوي نيو نود، ان ان دوت داتا يساوي الفال اللي هي 30. ماذا تعني انه بدي هاي النود التي تحتوي على فاليو 30 او الداتا 30 انها تكون نود السادسه؟ تعني انه الهيد النكست لها ذس نود وهي الثانيه، والنكست لها هاي النود وهي الثالثه، النكست لها هاي النود وهي الرابعه. من الرابعه من وين؟ من الهيد. والنكست نود هاي النود اللي هي الخامسه، بدي يصير النكست لهاي النود هاي النود تصير 6، والنكست للنود الجديده تصير هاي النود بحيث تصير هاي 7 وتصير هاي كام؟ 8 وهاي 6. كيف؟ شو نعمل عشان تصير هاي ترتيبها السادسة؟ مين يحكي لي؟ مين يحكي لي؟ يا جماعة أحكي؟ مين؟ مين تمارا. تمارا أحكي تمارا، وما فيش غير أربعة، تمارا ومرام وضياء ومحمد، هذول اللي شايفهم أنا. أحكي هلأ، إحنا عشان ما نضيع الهيد لما نحركه بين البوزيشنز بنعرف نود جديدة. استني شوي، انت يعني ما شاء الله عليك يا ابدعتي، انت قفزتي عن هذا، بس اشرحي لهم ليش بدنا نحرك اصلا. طب ما هو بدنا نحرك عشان نحطها بالموقع اللي اخترناه. ايش هي النود الجديده البوزيشن؟ النود الجديده شو بدك فيها؟ هي مزدوده في مكان سموير في الميموري، لكن في ايش احنا لازم نحركه. نعم صحيح كلامك، بس شو الهدف؟ عشان ما نضيع الداتا. طيب خليك معي يا تمارا، راح خليك معي، بس راح خليك تكملي الآن. اللي قصدها زميلتكم مش عارفة توضحه، هي تقصد إنه النود اللي 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 هي ترتيبها الخامس هاي المفروض تصير، عفوا النود اللي هي النيو نود لازم تصير النكست إلها مين اللي ترتيبها 7 عشان نربطها، بعدين إنه النود اللي ترتيبها الخامس لازم تصير ترتيبها ان ان. طيب النود اللي ترتيبها الخامس كيف بدي احكي معاها انا؟ كيف بدها تسمعني وترد علي؟ لازم يصير لها اسم، لازم يصير لها اسم يا تمارا، صح ولا لا؟ فعشان يصير لها اسم بدك تعرف نود جديده غير الان ان، تبدا من الهيد وتصل الى النود اللي ترتيبها الخامس عشان نعرف نربطها الان ان. كيف نعمل هذا الحكي يا تمارا؟ دكتور لو عملنا لوب من واحد لحد خمسة. عملنا شوي يا زرمة، احنا كده كانت البنت تسولف قلت لخليها معي لحظة شوي. احكي كيف نعمل؟ اعطيناك فرصة احكي. هلأ مش بنعرف النود الجديدة فور قبل فور شو لازم اعرف؟ النود ان معرفينها تمارا، ما تقربيش عليها هاي، اعطيها اي اسم تاني. أي اسم ثاني؟ هاي تي يساوي هيد. هلأ بنعطيها بنخليها تساوي الفاليو يلي أعطناها إياها، مثلا اللي هي 6 30.
لا اصبر شوي. اصبر شوية تمام. اللي كان بده يحكي شو عندك دكتور؟ انا بحكي مزبوط، بلشنا من الهيد. نعم هاي تي يساوي هيد. طيب شو اسوي بعدين؟ بدنا نعمل لوب من واحد لحد خمسة. كويس، هذا كلام جميل، بدنا نوقف عنده يا ضياء. عشان يوصل لترتيبها الخامس، يعني احنا نضيف باي مكان السادس، والنود اللي بدنا نسميها عشان نقدر نتعامل معه ونربط النيو نود بده يكون على النود اللي قبل المكان اللي بدي اضيف فيه. انا لما اعرف انه نود تي يساوي هيد، لما اعرف نود تي يساوي هيد فهي تعني اني بدي احكي له تي يساوي تي دوت نيكست كم مرة؟ واحد. تي يساوي تي دوت نيكست، بعدين تي يساوي تي دوت نيكست هي مرتين، تي يساوي تي دوت نيكست هي ثلاث، لانه هو اوريدي اصلا كان في واحد قبل ما يفوت اللوب، وتي يساوي تي دوت نيكست هي صار على النود اللي ترتيبها خمسة. كم مرة حكينا له تي يساوي تي دوت نيكست؟ أربعة. أربع مرات. ما علاقة عدد مرات تنفيذ تحريك هالتي هاي اللي سويتها هيد يساوي تي يساوي تي دوت نيكست بالبوزيشن اللي أنا بدي أضيف فيه؟ يعني البوزيشن ناقص واحد أو الكاونتر ناقص واحد اللي لا إنساني الكاونتر. البوزيشن ناقص واحد أو أقل أو يساوي بوزيشن ناقص اثنين، لأن أنا بدي أن أضيف رقم ستة. يعني أنا راح أحكي له فور زي ما أنت حكيت، بدي أعمل فور لوب انتجر I يساوي واحد وI أقل أو يساوي بوزيشن ماينس تو، أو أجي أحكي له I أقل من بوزيشن ناقص واحد، لأنه هاي تعني هاي، صح ولا لا؟ صح. و I إيش؟ بلس بلس T يساوي T dot next. تعال نطبق. node T يساوي head، هاي node T يساوي head، integer I يساوي واحد، I أقل من position أقل أو يساوي position minus 2 أو أقل من position minus 1، I بلس بلس. لما كانت ال I واحد أوكي، T يساوي T dot next، صارت T هون، صارت ال I كم؟ 2. T يساوي T dot next، طبعا I أقل من position اللي هو 6، I صارت 3، T يساوي T dot next، I صارت 4، 4 أقل من 5، نعم، أقل أو يساوي 4، نعم، T يساوي T dot next. كتبنا 4 بدل سوري. I بلس بلس صارت 5. الخمسة لا هي أقل أو يساوي 4 لو طبقناها، ولا هي أقل، 5 مش أقل من 5. وقفت هون صح؟ هاي النود صار إلها اسم، صرت أقدر أتعامل معاها الآن. معنى كلامك يا دكتور لو كان عندي 100 نود وبدي أضيف بالنود رقم 80 أو محل الرقم 80، راح يمشي 78 خطوة عشان يوقف على النود اللي قبل المكان اللي بدي أضيف فيه؟ نعم نعم صحيح. طيب شو أكتب هون عشان أطبق الكلام اللي شرحته قبل شوي؟ أرجع هذا زي ما كان. عشان إيش؟ اللي أسود هنا اللون. شو رأيكم؟ تي يساوي أن أن. تي يساوي أن أن. هاي تي يساوي أن أن. عفواً. مزبوط دكتور. هاي تي يساوي أن أن.
التي اللي احنا وصلنا لها، هلا احنا وصلنا لتي دوت نيكست، وصلنا لها اللي هي قبل الخامسة. الخامسة انا بدي اضيف هاي بالسادسة الان. انا طيب خليني افهمكم عليها، شكركم شتيتوا شوي. انتبه معي، النود اللي هي الهيد النكست لها هاي النود اللي احنا افترضناها ترتيبها الثانية، النكست لها هاي النود اللي هي ترتيبها الثالثة، النكست لها هاي النود اللي هي ترتيبها الرابعة، النكست لها هاي النود ترتيبها الخامسة اللي هي اسمها تي. شو لازم يصير النكست لتي عشان تصير هاي السادسة؟ شو لازم يصير النكست لتي اللي هي النود اللي ترتيبها خمسة الآن، الادرس تبعها مخزن في تي، شو النكست لها لازم تصير عشان تصير الان ان هي السادسة؟ next. النكست تبعت التي شو لازم تصير؟ nn.next. لا ان بس، ليش دوت نكست؟ ما هي دوت نكست فيها اشي تبعت الان ان. تي دوت نكست ايكوال ان ان. طبعا هون اخطأنا، لكن هي هاي الجملة راح تنكتب بس مش هسه. احنا شو عملنا؟ غيرنا النكست تبعت التي وخلينا يساوي مين؟ هذا صح؟ مش هيك عملنا؟ مش هاي معناها تي دوت نكست ايكوال ان ان؟ معاي؟ دكتور؟ نعم. طب ليش وجهنا هيك؟ مش أنا استخدمت أساساً تي عشان أقدر أربطهم ببعض؟ ممتاز. طب أنا هيك رديت ضيعت النود اللي بتحمل قيمة 40، داتا 40. رديت يا مرام إنه كلامك 100% صح، بس أنا بدي أور يعني بدي حدا يكون متبع معاي. هسه لما عملت تي دوت نكست ايكوال ان ان، هاي الجملة شو حكيت أنا؟ أنا حكيتها قبل شوي. شو حكيت؟ حكيت هذا الحكي اللي كتبناه غلط، بس راح يكون صح إذا كان ترتيبه غير هيك. شو قصدك بترتيبه غلط يا دكتور؟ إنه تي دوت نكست ايكوال ان ان بتحكي زميلتكم تضيعت هذا الأدرس، هذا الأدرس بطل حدا يقدر يوصل له الآن، يلا اطبع لي 40 الآن بعد ما كتبت هالجملة. خربت الدنيا أنت. طيب خربت الدنيا، شو لازم أسوي؟ لازم تسوي إنه هذا ما تغيره الآن. زميلكم قبل شوي حكى جملة لكن عكسها، حكى تي دوت نكست إيكوال أن أن دوت نكست. مين حكى هاي الجملة؟ محمد. يا محمد، مش تي دوت نكست إيكوال أن أن دوت نكست، أنت بدك تحكي أن أن دوت نكست equal t dot next وليس العكس. النكست تبعت الان ان لازم تصير هي النكست تبعت التي. هيك يا مرام بطلت تضيع صح؟ اه مزبوط. ان ان دوت نكست equal t dot next. بعد ما امننا، انت دائما للنيو نود اربطوا النيو نود بعدين ابلش باللي حواليه. هسا اللي حواليه شو لازم يتغير؟ ارجع من اول وجديد، الهيد النكست له هاي، النكست له هاي، النكست له هاي، النكست له هاي، النكست للتي شو لساتها؟ لساتها الادرس اللي فيه داتا 40، شو لازم تصير؟ ان ان. لازم تصير ان ان. هسا بنفذ هاي، لكن بشرط انه هاي رقم واحد هاي رقم اثنين وليس العكس، فبتصير هيك. فصار ترتيبها هاي السادسة، بمعنى الهيد على النود اللي ترتيبها واحد، النكس إلها ترتيبها اثنين، النكس إلها ترتيبها ثلاث، النكس إلها أربعة، النكس إلها خمسة، النكس إلها ستة، النكس إلها سبعة. فاللي بدنا نفهمه إنه لما إحنا نحكي بدنا نضيف هاي الداتا في بوزيشن معين لا تعني إنها بدها تحل محلها، هي كأنها بتعمل شيفت إزاحة وبتيجي محلها. فاللي كان ترتيبه السادس صار السابع لأنه اليونود أنا صار ترتيب السادس، أوكي؟ وبالتالي أنا كان يونود عشان أقدر أصير ترتيب السادس، النكست إلي لازم يصير نفس النكست تبعات الخامس،
طب شو نسوي؟ مشينا نوت من التي من الهيد عفوا الى رقم النوت ترتيبها 5. حكينا عشان نعمل هذا الحكي سوينا معادلة وطلعنا ريليشن علاقة ما بين اللي عدد مرات تنفيذ تي يساوي تي دوت نيكست او واحد سماها تمب يساوي تمب دوت نيكست بالبوزيشن اللي احنا بعتناه لقيناه عدد الخطوات ناقص 2 من البوزيشن اللي احنا بعتناه. صار اسمها تي او صار اسمها تمب. الان بقدر اجي احكي له النيكست تبعت الان ان يساوي النيكست تبعت مين؟ التي او التمب. بعدين غير لي النيكست تبعت التي او التمب خلي لي الان ان زي ما عملنا هنا. انا هاي الحركة ترى لما كنا بالقاعة كنت دائما اطلع طالبين اثنين. ان شاء الله نرجع على القاعات قريبا. اطلع طالبين شو اسوي فيهم؟ اجي احكي انت مثلا هاي ترتيبه 5 وهذا ترتيبه 6 وهي الان الان اجى في النص قال انا بدي يصير ترتيبه 6. هذول الاثنين اوريدي ماسكين في بعض وواقفين في الفضاء الخارجي. اذا فلتوا بعض شو راح يصير؟ كل واحد بروح باتجاه لانه ما في جاذبيه. فقلنا افضل طريقه انه هذا الشخص يستطيع انه يمسك فيهم اثنين وبحيث يصير في الوسط هو اللي يصير رقمه 6. اوكي قلنا في البدايه خلينا نسمي هذا ايش؟ تي. فانت الشخص اللي جديد اسمك ان ان امسك في مين؟ في اللي ماسك فيه التي عشان تضمن انه ما يطير. عشان اذا تركوا 5 او رقم مثلا تركوا التي ايش راح يصير فيه رقم 6؟ بروح بالجاذبيه. فقلنا لا امسكوا بالاول بعدين الان انت يتي تركه وامسك فيه. تشبيه ملوش علاقه بس يعني مرات بيقرب الفكره. فهي نفس العمليه انه جبتها انا على ترتيب الجمل. لو خلينا هاي فوق وهاي تحت احنا فعليا زي ما حكى زميلتكم واعترضت اطلعت عليها قالت شو بكتب تي دوت نيكست ايكوال ان ان قبل ما اربط الان ان معناته انا ضيعت الادرس وهي بتحكي مزبوط. فالنيكست دائما للان ان هي لازم اربطها بالاول وامن عليها. كيف بدي اربطها وامن عليها واعرف انه انت فعلا شبكت باللينكد ليست؟ في الانسيرت بوزيشن عملنا طريقه انه نمشي نود لقبل المكان اللي بدي اضيف فيه وخلي النيكست تبعت الان ان هي النيكست لهاي النود. بعدين بفك النكس تبعت هاي النود اللي مشيناها لقبل المكان اللي بدي فيه وخليه يساوي ان ان. فهمتوها؟ فهمتوها؟ دكتور احكي تمارا. لا حكيت انه فهمنا ان شاء الله يكون للجميع إن شاء الله يا ضياء. تمام. طيب هسه نرجع نطلع عليها على الكود اللي احنا عملناه. بعتنا ظل معنا وقت ظل معنا وقت. اوكي بعتنا الفال والبوزيشن. بدنا هاي الفاليو في هاي البوزيشن. اذا كان اقل من واحد او اكبر من كاونتر فهو بلس 1 طبعا فهي رونج بوزيشن. اذروايز إذا البوزيشن اللي بدي أضيف فيه هو واحد معناته أنا بدي أضيف هاي النود تصير هي الهيد فاستدعينا نسيرته هيد. وإذا كان يساوي كاونتر بلس 1 معناته أنا بدي أضيف نود جديدة تصير هي التيل فاستدعينا نسيرته تيل. أذروايز دائما عرف لي نيو نود ونود أن أندو الداتا يساوي الفال وهنا سماها تمب يساوي هيد بدل تي ومشينا فيه من واحد إلى بوزيشن ماينس 2 بعدد تنفيذ مرات تمب يساوي تمب دوت نيكست. بعدين نيكست للأنآن يساوي نيكست للتم. بعدين غير لي نيكست للتم سويها أنآن. طيب سؤال بسيط عشان نشوف المتابعين معانا. ليش الكاونتر بلس بلس خلينا جوا الإلس هاي؟ لأنه افرض أنا استدعيت كان مثلا واحد أو هيك واستدعيت الميثود هضلاك فهم رح يزيدوا واحد هناك. مظبوط. زميلتكم بتحكي انا في حال كان البوزيشن يساوي واحد او البوزيشن يساوي كاونتر بلس 1 انا يا بستدعي الانسيرت هدي يا بستدعي الانسيرت تيل. في هاي الحاله هذول جوا الميثودز هذول فيهم كاونتر بلس بلس هيهم
هاي بالانسيرت تو تيل وهاي بالانسيرت تو ايش تو هيد. وبالتالي لو خليت هاي الكاونتر بلس بلس برا الحالتين هون وبالتالي راح يزيدهم مرتين وبالتالي راح يصير خربطة. بس نيجي نحكي عن الرونج بوزيشن مثلا، فلا بد انها تكون الكاونتر محصورة فقط في هاي الحالة الكاونتر بلس بلس اللي هي الإضافة في الوسط. اوكي طبعا زملائكم بالشعب الاولى اخذوا نفس المقدار اليوم، خلصت معهم على وثلث يعني اخذت من المحاضره 5 دقائق زياده انتوا وخمسه. السبب انه هناك بيسالوا صراحه بيسالوا بتفاصيل، هون المشاركات اقل سواء بالسؤال او بالجواب بشعبتكم، في فرق شاسع بين الشعبتين. يعني اللي بيجاوب هناك أضعاف اللي بيجاوبه هون، واللي بيسأله هناك أضعاف اللي بيسأله هون على الجهتين. طيب راح نكتفي بهذا القدر اليوم. إذا فيش حد عنده أي سؤال، الأسبوع الجاي شكله كله عطلة حسب ما أعلنوا الجامعة الهاشمية مش الدولة، الدولة من الاثنين للخميس، الجامعة عطلت من الأحد للخميس. شفتوا الإعلان؟ شفنا. فعندكم عطلة 10 أيام ما شاء الله، خميس جمعة سبت، من أحد الخميس 5 أيام وجمعة وسبت. إن شاء الله هذا الحكي ما يأثر على المحاضرات وننضغط. الله يعطيكم ألف عافية، اللي عنده سؤال دائما يسأل في أي وقت. إن شاء الله تعالى نلتقي بكرة، ربي يحفظكم جميعا، السلام عليكم.